تخيل انك فلسطيني بيحاول ينقذ ابنه من الرعب ده، بس تجيلك رصاصة تقتل ابنك وهو جوه حضنك وبين ايديك. وللأسف دي مش رصاصة من معدن وبارود، دي رصاصة الجوع. دول أطفال رضع أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهادهم في مستشفى كمال عدوان بسبب الجفاف والجوع. وتخيل وسط المجاعة دي تشوف اللقطات دي. ده جيش الاحتلال وهو بيستفز العالم بصور ولائم لجنوده المحتلين لغزة. بس ثانية واحدة، هو بيستفز مين؟ ما العالم شايف وعارف وعاجز أو غالباً متواطئ ولو حتى بالصمت. الأمم المتحدة قالت إن كل سكان غزة بيعتمدوا على مساعدات غذائية غير كافية للبقاء على قيد الحياة. وين نروح؟ وين نروح؟ منهم 576 ألف شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، أما 90% من أطفال غزة فبيعانوا سوء التغذية الحاد. كنا ناكل أكل عصافير، أكل حمار، أكل أي شيء، مر هذا الأكل. الأونروا صرحت إن المساعدات انخفضت بنسبة 50% في فبراير، وحتى النسبة دي مش هتكفي إلا 5% بس. الفاو قالت إن الإنتاج الزراعي في غزة هينهار بشكل كامل في مايو بعد ما دمرت الحرب 70% من الأراضي الزراعية، و 97% من المياه أصبحت غير صالحة للشرب. ما كانتش كمان مية حلوة بالمرة، كنا نشرب المية المالحة ومرضنا، فيش مية بغسلة. لكن ورغم المآسي دي كلها، سكان غزة صامدين وصابرين على ظلم المحتل اللي ما لقاش قدامه أي سلاح إلا واستخدمه، حتى لو كان سلاح الجبناء، التجويع.